عشان نقدر نعيش، تمام؟ طيب مين عامل التوصيل اللي بيوصل لنا الحاجات دي من كل جسمنا؟ العامل ده هو الدم. طيب مش عشان الدم ده يوصل عامل التوصيل ده محتاج لازم طرق يمشي فيها او ممرات؟ الممرات دي اسمها الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه دي زي اي ممر لازم ليها جدران. جدرانها متكونه من ايه؟ زي ما الجدران العاديه متكونه من طوب واسمنت، دي متكونه من مواد ثانيه زي كولاجين. ده مسؤول ان يخلي شكلها زي ما هو، المدور يفضل مدور، اللي شكله اسطواني يفضل اسطواني، تمام؟ وحاجه ثانيه اسمها الالاستيك، ودي بتخليها مطاطيه ان هي تقدر لو كميه الدم فيها زادت او الضغط فيه عالي تقدر تاخد شكلها شويه وتتمدد معاها. طيب والطوب حاجه زي العضلات، العضلات الصغيره دي بتخلي الجهاز العصبي يقدر يتحكم فيها، او مواد كيميائيه زي الهرمونات او الادويه تتحكم. وده يخلينا نقدر نعالج امراض زي ضغط الدم المرتفع او كده. بعد كده اما يبدا الدم رحلته في الجسم يبدا بضخه جامده جدا من القلب. الضخه دي بتدي سرعه جامده جدا يمشي في النوع الاول من النوعيه الدمويه اللي اسمها الشرايين. شرايين من كلمه شرع يعني اسرع في اللغه العربيه. يعني الدم ماشي بسرعه جدا، يعني ده الطريق السريع بتاعه. ليه؟ عشان يوصل لكل نسيج في الجسم الغذاء بتاعه بسرعه. بعد كده هيبدا سرعته تبطا شويه شويه عشان بيبدا يتقسم على فروع اصغر ويوصل للنسيج اللي هو عاوزه او العضو اللي هو عاوزه. اول ما بيوصل هناك بيبدا يحصل عمليه تبادل للاغذيه والهواء والحاجات الفضلات اللي باقيه من الجسم من العضو ده او كده، وبعد كده يدخل على نوع ثاني من الاوعيه الدمويه اسمه الاورده. الاورده دي جايه من كلمه وريد، يعني اللي بتورد للقلب مره ثانيه الدم، تمام؟ اول ما بيوصل الدم الاوعيه الدمويه اللي هي الاورده للقلب مره ثانيه بيدفع للرئه عشان ياخد منها هواء مره ثانيه ويقدر يكمل للجسم ويديله الهواء اللي هو عاوزه. طيب ايه اللي بيضمن ان الدم ماشي بالطريقه دي طول الوقت؟ الدم من اول ما بيبدا خالص من ضغط القلب يبقى ضغطه عالي جدا وبيبدا يمشي بسرعه عاليه جدا وبعد كده تبدا تقل، فالضغط يبدا يقل. في نفس الوقت القلب كان قادر الضخه بتاعته، لكن الضخه دي بعد كده هيبدا يريح بعديها، الراحه دي تخليه ايه؟ يتمدد، فيقدر يرصد الدم مره ثانيه دي. طيب دلوقتي افرض احنا مثلا لقينا ان احتاجنا فجاه دم زياده، بدل نعمل مجهود فجاه ضغط قوتي من وقفه او كده. طيب هيحصل ايه؟ مش لازم كل حد يكون حريص وبيوفر فلوسه، يكون عنده دفتر توفير يعني. دفتر التوفير بتاعنا هنا هو الاورده. ليه؟ اوسع بكتير من الشرايين، مطاطيه اكتر، وفي نفس الوقت عددها اكبر. تمام؟ الفكره كلها اول ما بنحتاج مجهود زياده القلب يبدا يتمدد اكتر، يروح صافي الدم مره ثانيه ويقدر يوزعها ثاني على الجسم. معلش في تليفون لازم اخده؟ طيب انا جاي اخدك هو لحظه. انا كان في مفروض صديق عزيز عليا هيطلع معايا بس لولا ان الوقت مش مقضاش ان انا اشرح القلب هيشتغل كمان ازاي، كان هو المفروض هيتكلم عن نفسه. كركر القلب. فاتمنى ان شاء الله اوصل للمرحله اللي بعد كده عشان اقدر يطلع ويتكلم عن نفسه.